يقول لي انت وجهة نظرك النهارده ايه الماتش واداء المنتخب مع مستر كارلوس كيروش؟ الحقيقه كان في ممكن علامات استفهام كبيره مثلا على فكره التشكيل، كان مناسب ولا مش مناسب؟ قول لي رايك ايه. والله انا شايف النهارده مباراه للنسيان تماما لكارلوس كيروش والمنتخب مصر. مش ده حتى الاداء اللي احنا شفناه قدام منتخب ليبيا. مباراه يعني حطت علامات استفهام كبيره على القايمه حتى اللي خدها. يعني انا في العادي ما بحبش اتكلم على اختيارات المدرب، بحب المدرب دايما يختار اللي هو عايزه ويشوف اللي هو شايفه هو الافضل. ولكن النهارده التشكيل اللي بدأ بيه المباراة النهارده، انا توقعت ان احنا هنلعب زي مباراة ليبيا بضغط عالي ودفاع متقدم، ونقدر نقطع الكرة من قدام دفاع منتخب انجولا اللي هو برضو منتخب متوسط او منتخب عادي جدا، مش منتخبات الكبيرة. ولكن اللي شفناه النهارده ان لعبنا بدفاع متأخر جدا، ثلاثي ارتكاز ما فيهوش اي لاعب بيقطع كوره او لعيب ديستروير زي ما احنا بنتكلم، اللعيب يقطع الكوره ويجيب لك الكوره بسرعه، لا حتى ثلاثي الارتكاز كلهم مهام تقريبا متشابهة. بيرجعوا هم الثلاثة مع الدفاع ورا، فبقى فيه 7 لعيبة ورا وثلاثة اللي هم الثلاثة الهجوم في أول الملعب، ففي جاب كبيرة جدا ما بين حتى الخطوط وما بين اللعيبة. محمد صلاح ومحمد شريف ما شفناش أي أداء دفاعي ليهم ولا مساندة للأطراف، وبالتالي شفنا يعني استباحة كبيرة جدا من منتخب أنجولا في اللعب على الأطراف، وشفنا أكتر من هجمة على الأطراف بتاعتنا. الجون الأول جه من كرة عرضية من ناحية أحمد فتوح، والجون الثاني ضربة جزاء من اختراق من الناحية اليمين عن طريق أكرم توفيق. وبالتالي أنا يعني أنت هتلعب بثلاثة وسط ملعب شبه بعض، يا إما تلعب بدفاع متقدم فجيب الكرة بسرعة وتبقى مستحوذ على الكرة، يا إما تلعب بلعيب زي طارق حامد أو حتى حمدي فتحي، الاثنين نفس الشبه اللي هم بيجيبوا الكرة بسرعة، يقدروا يقطعوا الكرة، يقدر يبني الهجمة، يقدر يأمن لك، يبقى ثابت في الدفاع زي ما حصل في الشوط الثاني. غريبة ان انت بتقول 3 لعيبه في نص الملعب شبه بعض، مع ان فيهم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد مش شبههم خالص، بس الحقيقه الاسلوب بتاع اللعب جر عبد الله ان هو يبقى واقف بس، مش عارف يعمل يتحكم في الريتم، مش عارف يبدا هجمه مرتاح، اللعيبه ما بتظهرلوش، مش عارف يستلم في مكان كويس، فتحول ان الثلاثه فعلا تحس ان هم دابوا بقوا شبه بعض. بالظبط صراحة منك نص الملعب بالظبط. هي الفكره كمان عبد الله السعيد بيلعب في مكان مش هو المكان الافضل ليه. تاني حاجه برضو عامل السن على عند عبد الله في ماتش قدام اجنحه سريعه زي انجولا وخارج ملعبنا، انا كنت بفضل يبقى في اختيار تاني، ولكن الراجل لعب نفس تشكيل يعني نفس خطه مباراه ليبيا، ولكن التنفيذ من اللعيبه وهو نفسه التعليمات اللي اداها اللعيبه انا اعتقد ما كانتش موفقه تماما. ولكن انا بشوف برضو الراجل ما بيلعبش وديات، لسه جاي بقاله شهر، عشان برضو نتكلم بشكل منطقي، بقاله شهر بس لسه بيجرب، لسه ما استقرش على شكل معين للفريق، على طريقه لعب ثابته يقدر يواجه بيها باقي المنتخبات، لسه في مرحله تجربه. واعتقد ان بطوله العرب اللي جايه هتبقى مهمه جدا جدا بالنسبه له، ان هو هيبقى شايف لعيبه كتيره جدا تحت ايده، وده هيقدر في منتخبات يقدر يواجهها يجرب خطه جديده للمنتخب.